كذبه الى الابد هل ايران مستعده لصنع قنبله نوويه اسرائيل التي تنهار من الداخل هذا المريب ان يقول خذوني كيف ساهمت الراسماليه الليبراليه في انهيار مؤسسه الاسره بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكذبه الى الابد، هل ايران مستعده لصنع قنبله نوويه ام لا؟ احبائي في الايام القليله الماضيه ارتفع الجدل مجددا حول موضوع البرنامج النووي الايراني. الحديث عن البرنامج النووي الايراني له صله مباشره بكل ما يجري في العراق وفي المنطقه عموما. ما يؤثر بغض النظر يعني عن التحالفات او عن منطق الدين والمذهب والعلاقات العلاقات الجيره بعيدا عن كل ذلك نتحدث في الجوار الجغرافي والجوار الجيوسياسي تاثير ما يجري في ايران على العراق وطبعا على عموم المنطقه وبالمقابل تاثير ما يجري في المنطقه وتحديدا في العراق على ايران هنالك حديث دائما يرتفع منذ ان انتصرت الثوره الاسلاميه بل زاد هذا الحديث بعد ان انتصرت ايران في الحرب التي فرضت عليها في ايلول سبتمبر عام 1980 يقولون ايران توشك ان تصنع قنبله نوويه هذا الحديث هذه سيمفونيه متكرره يوميه ترتفع هنا وترتفع هناك ويتحدثون ايران اصبحت على مقربه من صنع قنبله نوويه وكانه فيلم سينمائي هزلي يعني وكانه يقولون ايران تريد ان تسيطر على المنطقه عن طريق صنع القنبله النوويه والجميع يصدقون اقصد الجميع يعني من يريد ان يبتز ومن يراد له ان يبتز ايضا من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن قبل طبعا الكيان الصهيوني الذي يمتلك مثل هذه القنبله النوويه ويمتلك اسلحه نوويه واسلحه دمار شامل اخرى لكنه تقريبا معفو يعني من المساءله الدوليه بل حتى من التفتيش، اللافت هنا ان رئيس او مدير عام الوكاله الدوليه للطاقه الذريه رفائيل جروسي هذا الرجل الحالي. هو معروف بانه صديق حميم للكيان الصهيوني، وانه اذا اراد ان يزور ايران ليقدم تقريرا الى مجلس محافظي الوكاله الدوليه، يذهب قبل ذلك الى الكيان الصهيوني ويلتقي بمسؤولي هذا الكيان ويستشيرهم او يتحدث معهم وينسق معهم. في نفس الوقت بعد ان يزور الجمهوريه الاسلاميه في اطار مهمته التي تتعلق بان يرفع تقريرا الى مجلس محافظي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ايضا يذهب الى الكيان الصهيوني. ولاحظتم في الفتره الماضيه اخر تقرير قدمه في فبراير من السنه الماضيه عندما زار ايران يعني بعد فبراير من السنه الماضيه كان قد ذهب الى الكيان الصهيوني وبعد ذلك أصدر تقريره الذي كان ينتقد إيران في مزاعمه، كانت إيران قد قدمت حولها أجوبة رسمية وقد اقتنعت بها الوكالة الدولية آنذاك، لكن بتأثير من الكيان الصهيوني عاد وغير في تقريره. الآن أخيرا لأن الجو العام هو شوف العلاقة بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران ترتبط ارتباطا مباشرا بالعلاقه يعني نوعيه العلاقه بين ايران وبين دول الترويكا الاوروبيه يعني تحديدا الاتحاد الاوروبي بشكل عام والترويكا الاوروبي الاوروبيه بريطانيا فرنسا المانيا وطبعا من خلفهم الولايات المتحده الامريكيه، اذا حسنت العلاقات او هدات العلاقه فتجد ان والعكس بالعكس طبعا العكس صحيح تجد العلاقه بين ايران والوكاله الدوليه تصبح علاقه ايجابيه لكن بشكل عام الرسائل المتضاربه التي توجهها اداره بايدن تحديدا الاداره الامريكيه التي هي هذه الاداره هي التي ابرمت الاتفاق النووي الحالي في العام 2015 عندما كان بايدن نائبا للرئيس وكان الرئيس هو باراك اوباما. هذه الاداره الامريكيه تواصل منذ مجيء بايدن واعلانه عن رغبته في العوده الى الاتفاق النووي الذي انسحب منه دونالد ترامب، هذه الرسائل متضاربه حول اهميه المعلومات المستجده بشان التخصيب، وهي بطبيعه الحال تجعل من الصعب تحديد الخطوات التالية أو التكهن بما سأنا ما يمكن أن تفضي إليه الخطوات التالية الآن تشوفون في الحرب الإعلامية والحرب الدعائية النفسية يتحدثون عن زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني إلى سوريا شمال سوريا وشمال شرق سوريا هناك قاعدة أمريكية هناك احتلال أمريكي مباشر للأراضي السورية هناك معلومات أكيدة نروح حتى الاسرائيليون يعترفون بها وحتى هناك خبراء كثيرون يعترفون بها بان هذه القاعده الامريكيه لها صله مباشره باعاده ترشيد تنظيم داعش الارهابي واعاده ابرازه من جديد لكي يتم من خلاله ايضا ابتزاز العراق وابتزاز المنطقه عموما بشان موضوع بقاء القوات الامريكيه بشكل عام. أقول يتحدثون عن زيارة رئيس الأركان، يتحدثون عن زيارة وزير الدفاع إلى الأردن وإلى الكيان الصهيوني وحتى إلى العراق ويضعونها في إطار أنه هنالك عمل عسكري معين يجري الإعداد له لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، لكن في نفس الوقت وأنا سأتحدث عن ذلك في المحور الثاني هي معظم هذه الزيارات وإن كانت تصب بشكل أساسي فيما يتعلق بالرؤية الأمريكية حول تواجد قواتها في المنطقة هناك حديث عن الكونغرس يرفض أن يقوم الرئيس الأمريكي الحالي الكونغرس بهيمنة قليلة للجمهوريين يرفض ان يقوم الرئيس الامريكي الحالي بعمليات عسكريه خارج البلاد، يعني هذا الصراع المتعارف عليه بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكن بالمقابل هم يفكرون بمصلحه الكيان الصهيوني العليا، الكيان الصهيوني يواجه ازمه داخليه خطيره فهم يذهبون الى هناك لاعاده التاكيد على ان هذا الكيان الصهيوني هو بالنتيجه ربيب الغرب، يعني هو نتاج للراسماليه والاستكبار العالمي الجديد الذي برز بعد الحرب العالميه الثانيه فلا يفرطون بهذا الكيان، هذا الكيان يريدونه ان يؤدي وظائفه التي من اجلها تم ايجاده في ارض فلسطين الحبيبه، لكن ايضا في نفس الوقت يحاولون ان يرسلوا اشارات فيما يتعلق بالحرب النفسيه والحرب الدعائيه والحرب الاعلاميه الى الجمهوريه الاسلاميه الى حلفائها في المنطقه والله احنا جاهزون للقيام بعمل عسكري ضد الجمهوريه الاسلاميه، اذا نعود الى السؤال مره اخرى، هل ايران مستعده لصنع قنبله نوويه ام لا؟ وهذه الكذبه المستمره الى الابد، ايران تقترب، ايران على وشك ان تصل، قبل ايام صرح مدير وكاله المخابرات المركزيه الامريكيه ويليام بيرنز لبرنامج فيس ذا نيشن على قناه سي بي اس نيوز صرح بانه في حين قد تكون ايران على بعد اسابيع قليله من الحصول على مثل هذا اليورانيوم العالي التخصيب يعني الذي يؤهلها لصنع قنبله نوويه لكنه يقول الا اننا لا نعتقد ان المرشد الاعلى السيد القائد علي خامنئي هذا نصهم المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي قد اتخذ بعده قرارا باستئناف برنامج التسليح الذي نعتقد ان ايران علقته او اوقفته في نهايه 2003، طبعا هذه ايضا كذبه كبيره تصب في اطار الكذبه الى الكذبه الى الابد. ليش؟ لأن ايران اصلا لم تعلن على الاطلاق وليس ولم يكن لديها على الاطلاق برنامج للتسلح النووي. ايران في 2003 ابرمت اتفاق جنتلمان مع الترويكا الاوروبيه على ذاك كانت فقط اوروبا تفاوض ايران بالمناسبه لم تكن الولايات المتحده الامريكيه لم تكن الصين لم تكن حتى روسيا مشاركه في المفاوضات النوويه مع الجمهوريه الاسلاميه في ذلك الفتره وانا شاهد على تلك المرحله تم التوصل الى اتفاق سمي او هكذا بتفاهم قصر سعادة سعد اباد في شمال طهران بموجبه علقت ايران طواعية تخصيب اليورانيوم كان انذاك لا يصل الى 5% يعني 4 76% هذه النسبه علقتها مقابل ان تشوف يعني ما هو رد فعل الدول الاوروبيه حتى يعني يحصل هنالك بناء ثقه بين الطرفين بعدين الاوروبيين بضغط من الأمريكان نقصوا عن وعودهم وتعهداتهم فإيران رفعت الأختام أنا أتذكر جيدا في 8, -8 أغسطس 2005 بعد مجيء الرئيس الإيراني آنذاك أحمد نجاد رفعت الأختام عن برنامج التخصيب وخصبت والآن إيران تخصب إلى 60% لكن كل ذلك يجري وفق مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني إيران ماذا تحتاجه من تخصيب لإجراء برامج سلمية في مسألة العلاج ضد السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية في موضوع الكهرباء في موضوع البحوث العلمية والطبية هي تخصب ولكن وفق مقررات الوكالة الدولية للطاقة التي مع كل الأسف هذه المقررات لا تسري على الكيان الصهيوني أنا أيضا نعتقد خلال الأيام القليلة القادمة سيتبين ما إذا كانت الدول الغربية والولايات المتحدة تحديدا والوكالة الدولية للطاقة الذرية هم جادون بالفعل في منع أقول منع إيران من الحصول علي سلاح نووي أو من صناعة قنبلة نووية بإعترافهم جميعا لا يمكن منع إيران من الوصول إلى ذلك بدون تفعيل الاتفاق النووي الذي تصر عليه إيران وتريده إيران ولا تزال إيران جالسة حول الطاولة أربعة زائد واحد بانتظار الرد من الدول المعنية طبعا تحديدا الترويكا الأوروبية ابقوا معنا إسرائيل التي تنهار من الداخل كاد المريب أن يقول خذوني. في الأيام الأخيرة حدود يعني تقريبا التسعة أسابيع الماضية اندلعت مظاهرات عارمة في الكيان الصهيوني في داخل فلسطين المحتلة. هذا الكيان الصهيوني اللقيط كان يراهن على الاضطرابات التي اندلعت مؤخرا في بعض المدن في طهران وفي بعض المدن الأخرى في إيران بذريعة وفاة الشابة الكردية مهسا أميني وتعرفون جيدا ملابسات ذلك الموضوع ومحاولات الكيان الصهيوني أن يدس بأنفه في تلك المظاهرات وتحويلها إلى منصات لاستهداف الأمن القومي والأمن الوطني في إيران مع طبعا مع دول غربية على رأسها ألمانيا فرنسا بريطانيا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية يعني هم أشعلوا تلك المظاهرات بذرائع مختلفة ذريعة الحجاب وذريعة مهسا أميني وكل ذلك بعدين تبين لا لا أن الموضوع سيناريو معاد وتم إعداده من قبل وفشل النتيجة فشل الدليل على فشل هذا الموضوع هو ما يقوله هم الامريكان والغربيون تحديدا ابلغوا المعارضه ما يسمى بالمعارضه الايرانيه، نحن نحترم المعارضه في كل مكان. اكو موالاه واكو معارضه بس عندما تعمل من تدعي انها معارضه على زعزعه الامن القومي لبلادهم وتحرض على العنف وعلى القتل فتصبح متامره وتنفذ اجنده اجنده غربيه، اجنده اسرائيليه. وقد تبين ذلك بوضوح يعني كشف النقاب عن تورط الموساد الاسرائيلي وعلى الكيان الصهيوني تحديدا في تلك الاضطرابات. قالوا لهم الان انتهى كل شيء في الشارع الايراني واحنا نريد العوده الى الاتفاق النووي او الى الطاوله على الاقل، طاوله المفاوضات. احدى المعارضات يعني اللي عرفوها باستمرار زعيمه كبيره للمعارضه على اساس نقلت هذا الكلام. في قنوات التي تبث بالفارسي نقلا عن الاداره الامريكيه وعن الاليزي في باريس وشفت وراها ارسلوا جروسي الى طهران واجا جروسي الى طهران في زياره سياسيه لافته التقى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي والتقى مسؤولين سياسيين رسميين واتفقوا بعد ذلك على ان يرسل فريقا متخصصا تقنيا لبحث المسائل العالقه بين ايران والوكاله هذا اللي عالجناه في المحور الاول بعد طبعا ان ادلى بتصريحات مهمه جدا في اجتماع مجلس محافظي الوكاله الدوليه فهم منها نبره ايجابيه حتى الان فشلت الاضطرابات في ايران لكنها اندلعت في الكيان الصهيوني واندلعت في الكيان الصهيوني بشكل دفع قادة هذا الكيان اللقيط إلى الحديث علنا على أن الكيان ربما يلفظ أنفاسه الأخيرة يعني رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ يتحدث عن صعوبة الوضع الداخلي الذي تعاني منه بين المزدوجين اسرائيل ويقول ان ازمه تاريخيه تهدد مستقبل الكيان. احنا ما نقول من حفر حفره لاخيه، ذوي اعداء بس حفروا حفره للجمهوريه الاسلاميه وقعوا في نفس الحفره. وانا تحدثت لكم سابقا عن مسؤولين كبار في مجلس الامن القومي في الكيان الصهيوني، مستشار لهذا بنيامين نتنياهو. يقول شلون نحول هذه المظاهرات او هذه الاضطرابات في ايران لكي تصبح مثل ثوره الحشود البشريه التي قادها الامام الخميني عام 79 وانتهت بسقوط الشاه حتى يسقطون الجمهوريه الاسلاميه. جاءهم الجواب في داخل فلسطين المحتله ومن قبل اولئك المستوطنين. مدينه يافا اللي زوروا اسمها وحولوها الى تل ابيب على باعتراف صحفهم ارتس على سبيل المثال وغيرها من الصحف العبريه في يوم واحد خرج 250 الف من 200 الى 250 الف متظاهر ضد حكومه بنيامين نتنياهو وضد من يقف معه من اولئك الذين يوصفون بالمتطرفين في يوم واحد في باقي المدن الأخرى حتى داخل المدن في الخط تحت يعني في منطقة فلسطين قبل الخط الأخضر قبل 48 أربعمائة ألف متظاهر يصدر يصدر بنيامين نتنياهو باعتراف التلفز الرسمية ووزير الامن الداخلي اوامر بقمع المتظاهرين ويطلعون بعضهم يحكون يقولون احنا دوله ديمقراطيه قمع المتظاهرين. يقول لك الامن فوق كل شيء انا ما لي شغل الاسباب اسباب يعني تافهه ما لي علاقه بالاسباب لانه هو قدم لائحه لاجراء تعديلات قضائيه والكارثه حتى هاي التعديلات القضائيه هم يقولون التعديلات القضائية لكي يفلت من العقاب لأن هو مدان بفساد وبقضايا كبرى بس يخرج من رئاسة الوزراء يسجن فيقول لك خاف أخرج من رئاسة الوزراء وهذا يبقى تبقى إلى واحد قضائية يغيرها وصل الأمر إلى أنه 37 ضابط كبير طيارين قوات الاحتياط من أربعين طيار من زبدة زبدة طياري هذا الكيان يعلنون الإضراب يرفضون الذهاب إلى التدريب هرتزوق يقول نحن نعيش أصعب اللحظات التي خبرتها إسرائيل كلنا نعرف في صميمنا أن هذه الأزمة تمثل خطرا قوميا علينا هم دائما يشكون من عقدة الثمانين هذا الكيان ها يقولون ممكن ما يوصل عمر هذا الكيان إلى الثمانين رئيس المعارضة اللي هو كان رئيس وزراء قبل فترة بسيطة يا إير لابيد يقول بنيامين نتنياهو سيذهب بإسرائيل إلى الفوضى مشيرا إلى أن هذه الفوضى صنعها وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لابيد حذر سابقا من تمرير قانون التعديلات القضائيه يقول هذا سيفقد اسرائيل الولايات المتحده شنو يعني؟ مؤكدا ان واشنطن مرعوبه مما يحدث في اسرائيل تدرون وزير الدفاع الامريكي زار الكيان الصهيوني ما قدر يطلع من المطار لو ما تدرون بسبب المظاهرات فعقد لقاءاته في المطار، بتحضري له رايحين بطرق مختلفة إلى المطار بس ما يقدر يطلع بشكل رسمي. وليش راح؟ راح يبلغ بنيامين نتنياهو أنا قلت لكم في المحور الأول الإشاعات والدعايات شيء والواقع شيء آخر، نحن نتحدث خارج الحدود هاي اللي يشوفوها. لا الأمريكان غاضبين من سياسة نتنياهو في التصعيد. الأمريكان قالوا نحن نريد التهدئة. إيه؟ حتى في فلسطين المحتله يريدون التهدئه الان لان اكو حديث خاصه بعد اجتماع العقبه الذي رعته الولايات المتحده وحضرته دوله الكيان الصهيوني في العقبه في الاردن وحضرتها السلطه الوطنيه الفلسطينيه طبعا برعايه بوجود الملك الاردني هناك مخاوف من ان يحصل شيء في شهر رمضان داخل فلسطين وتندلع الانتفاضه هم يريدون التهدئه، شو يسوون؟ وعندهم مشكله مع الصين، وعندهم مشكله مع روسيا. رئيس الحكومه السابق هذا لبيد آه عفوا نفتالي بينيتس هذا هذا كان رئيس وزراء حذر من الوصول الى حرب اهليه في اسرائيل داعيا الى التفاوض بشان قانون التعديلات القضائيه. اقول ليش اقول كاد المريب ان يقول خذوني من يحشون عن ايران ايران سينهار النظام وايران سينهار النظام وستوجه اسرائيل ضربه وسيوجه بنيامين هذا لا لا هو خايل هو الداخل هو عنده مشكله في الداخل يريد يصدرها بطريقه ما الى ايران والامريكان قالوا له صراحه نحن لا ندخل معك في حرب ابدا وقال هذا هم قال لابيد هدده لابيد هدد نتنياهو مو نتنياهو يتحدث عن الجاهزيه العسكريه لضرب ايران هدد نتنياهو بكشف اكاذيبه بشان الجاهزيه العسكريه ضد ايران لا تخليني احكي لانه تعرف هذه مسائل لها علاقه بالامن القومي يخافون تظهر بس احيانا تظهر الى العيان هذا ما نقوله دائما عندما قال الامام الخميني قدس الله نفسه الزكي اسرائيل يجب ان تزول من الوجود، وهو يتعذر يعني بنيامين نتنياهو اقول هذا واختم بنيامين نتنياهو يقول بنهدد بضرب ايران مؤخرا يقول يعني شو تسوي انت اذا واحد يهدد بازالتك من الوجود فانت يجب ان تدافع ويجب ان تقوم بعمل استباقي لكنه لا يتحدث ولا هو ولا الاعلام المظلل عن ان هذا النتنياهو هذا النتنياهو وهذه الدولة اللقيطة اختصبوا أرض فلسطين يعني واحد يجي يسرق بيتك ويقعد ببيتك وانت تقول أنا أريد أن أحرر بيتي من هذا الذي احتل بيتي فيقول لك أنا من حقي أن أدافع عن نفسي وتجي وسائل الإعلام وتنقل وتكبر لا إيران تهدد لا إيران لا تهدد إيران تتحدث عن قضية منطقية مشروعة المقاومة مشروعة ولعلكم لاحظتم في الاونه الاخيره الامم المتحده امين عام الامم المتحده التقى ببعض زعماء المقاومه في العراق لانه يعرف جيدا لا يستطيع ان يتجاهل حتى هاي الامم المتحده التي وافقت على ايجاد هذا الكيان اللقيط في فتره ما في لحظه ما من التاريخ المزيف هي تعترف بحق اصحاء الذين تحتل اراضيهم من ان يمارسوا دورهم في المقاومه، وايران تدعم المقاومه، والمقاومه حق مشروع، وفلسطين يجب ان تتحرر. وان شاء الله ما نحتاج الى عمل عسكري، لان هذا الكيان سينهار من الداخل، من الداخل. ابقوا معنا. كيف ساهمت الرأسمالية الليبرالية في انهيار مؤسسة الأسرة؟ تعرفون أحبائي في الثامن من مارس آذار من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في كل منطقة من نقاط العالم وأصبحت هذه القضية قضية محورية للاهتمام بنساء العالم على الأقل في الظاهر هذا اليوم هو اكثر من مجرد فرصه للحديث عن تمكين المراه من ان تحصل على حقوقها. لكن يجب ان تصبح هذه القضيه فرصه لتسليط الضوء على انتهاك حقوق المراه. وانتهاكات حقوق النساء والفتيات والتمييز بين الجنسين، انت تدري عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده منذ قرنين تقريبا في الغرب وبعدين اجت يعني هذه القضيه الى عالمنا العربي والاسلامي موضوع تحرير المراه، موضوع المساواه بين المراه والرجل. قرنين تقريبا في اوروبا اشتغلوا عليها لحد الان الان يقرون بانهم فشلوا ولم يحققوا شيء في موضوع المساواه، المساواه اللي هم يريدوها بين الرجل والمراه. في الواقع تعاني النساء الان من ازمه اكثر من اي وقت مضى. يمكن تسميه هذه الازمه بانها هي بالفعل ازمه عدم المساواه في هذا القرن عدم المساواه اضطهاد للمراه هسه ما اريد نجي احنا نحكي على يعني مثلا نقارن ما بين ما يجري في الغرب وما يجري في بعض الدول العربيه والاسلاميه او ربما معظمها لا لا غالبا ما يتم استخدام تشكيل هذه القضيه حركه تحرير المراه في الغرب لتعزيز تفوق النظام الرأسمالي انما انشئت هذه الحركات هو لتكريس فكره تعزيز النظام الرأسمالي كرمز للمجتمع الغربي المتطور القائم على القيم الليبراليه هذا الوضع شو اوجد احبائي هذا الوضع يعني هذه الرأسماليه الغربيه والثقافه العولمه اللي هم يسموها الابوه او الابوه الغربيه العولمه اوجدت لنا ان المستفيد دائما هو رجل وان المستغل دائما هو امراه هو امراه ف ومع ذلك فان النهج المنافق للغرب الذي ادعى انه يناصر حريه المراه هو يستغل المراه لتحقيق مكاسب ماديه وفشل مو بس في تحقيق ما يسمى بالحريه الحقيقيه للمراه بل ايضا فشل في الحفاظ على مؤسسه الاسره التي تعتبر المرأة هي الجزء الأساسي الرئيسي في هذه المؤسسة انهيار مؤسسة الأسرة في الغرب ويريدون يسوقوا إن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هسه تقول لي شلون لك تعال شوف أصوات المفكرين في الغرب الذين يطرقون أو, أو يعني يدقون نواقيس الخطر هذه الأيام بشدة في الصحافه الغربيه، في مراكز الابحاث، في المحاضرات، في التلفزه حتى في التلفزه بالرغم من ان وسائل الاعلام يسيطر عليها هذا اللوبي الماسوني الصهيوني الذي يريد تفكيك عرى المجتمعات الغربيه وينقل هذا هذا الامر الى مجتمعاتنا العربيه والشرقيه عموما. فمع صعود الراسماليه الصناعيه فقدت الاسره تدريجيا دورها بصفتها الخالق والمحافظ على المجتمع البشري نعم الأسرة هي الوحدة الاجتماعية التي يتشكل منها المجتمع البشري إذا فقدت هذه الأسرة قيمها ومؤسساتها أو مفاصلها البنيوية بالتأكيد المجتمع ينهار تدريجيا وهذا الأمر احنا جايين نلاحظه على يعني بشكل واضح وصريح في الغرب ونلاحظ أيضا أن التحذيرات من تدهور الأسرة الآن أصبح أكثر انتشارا من أي وقت مضى. في الوقت الحاضر لا يمكن إنشاء حتى بدأوا يعترفون هنا في الغرب أنه لا نستطيع الآن أن ننشئ اتفاقية تلزم بالحفاظ على الأسرة. تعالوا شوفوا في 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 السويد مثلا يتعاملون بذريعة الحفاظ على مثلا أو رعاية حقوق الأطفال مع الاسر المسلمه اساسا والقادمه من الشرق بطريقه تعسفيه سلب الاطفال عن اسرهم واخذهم الى اماكن اخرى هم يقومون بتربيتهم لكن الاهم من ذلك والاكثر من ذلك بدا يظهر حاليا طبعا ليس الامر جديدا بس الان بدا يسلط الضوء على ما اصبح يعرف بفكره الاسره المختاره الاسره المختاره في المجتمعات الصناعيه الغربيه الان هي تطغى ضد فكرة الأسرة الأصل إحنا نعرف الأسرة الأصل حتى في المجتمعات الغربية سابقا هي زوج وزوجة الآن يعني يقول لك لا هاي مسألة ما يسمى بالمثلية هذا الشذوذ الجنسي اللي قاعدين يشيعوه أنه يجون اثنين من جنسين من جنس واحد امرأة وامرأة يشكلون أسرة هاي الأسرة المختارة يقولون هذا من حقنا وبالمقابل رجل ورجل يشكلون أسرة بعدين لأنهم يحتاجون الى اطفال فيروحون يتبنون اطفال وشرعوا قوانين مع كل الاسف تسمح لهم بذلك تسمح لهم بذلك وهذا بالتاكيد يعني يؤدي تدريجيا الى انهيار المجتمعات انهيارا مطلقا هم قد لا ينتبهون الى ما من يقف خلف هذه هذه الدعوات او بالاحرى قد يعرفون لكن ليس بيدهم حيله لان المجتمع الصناعي الغربي هدفه مادي ان يحصل على المزيد من الاموال، كل ما يتمكن كل ما يساعد في هذا الموضوع لا يهمه، بما ان الخلفيه المافيات التي تقف في الخلف تملك المال تسيطر على المال، تسيطر على مرافق كثيره في قضايا الاقتصاد والمؤسسات الصناعيه وتريد ان تروج لموضوع هذه الثقافه المنهاره والغريبه عن مجتمعاتنا وحتى عن المجتمعات غير الإسلامية غير المسلمة فتغض النظر المجتمعات أو المؤسسات الصناعية الغربية عن مثل هذا الخرق الكبير الذي تتعرض له الأسرة طبعا في الإسلام احنا عندنا الأسرة هو نتيجة لقانون عام للخلق قانون الزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلمون ان الله سبحانه وتعالى قد وضع الزواج في كل شيء هذا الزواج وهذه الازدواج وهذه الزوجيه في كل شيء وضعها سبحانه وتعالى في البشري في الحيوان في النبات حسب ما يقول القران الكريم وهذا الزواج او هذه الثنائيه هو واضح جدا في راي الاسلام ان النقيض لها يؤدي إلى تفتيت المجتمعات وتفتيت سنة الله في الكون هذا الأمر طبعا ليس محصورا فقط على الإسلام بالعكس تماما حتى باقي الأديان كل احنا طبعا نعتقد بأن الدين هو واحد أن الدين عند الله الإسلام الدين عند الله الإسلام المسيحية هي الإسلام اليهودية هي الإسلام بس تبقى الشرائع تاتي في كل لكل يعني في وقت محدد ويكمل بعضها الاخر لهذا ياتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، انا ليش اختاريت هذا السؤال احبائي؟ اختاريت هذا السؤال او عفوا هذا المحور احبائي محور كيف ساهمت الراسماليه الغربيه في انهيار مؤسسه الاسره؟ لانه جاي لاحظ الان نحن في العراق تحديدا هناك طبعا محاولات جديه وجيده في قضيه مواجهه المحتوى الهابط، لكن هنالك ايضا محاولات تجري على قدم وساق لتفتيت الاسره في مجتمعاتنا نقلا عن او تنفيذا لاجنده مشبوهه واجنده غربيه معروفه حتى ان يعني السفيره الامريكيه في بغداد تقوم هي وممثله الامين العام للامم المتحده في العراق يقومون بعمل لافت ولاحظتم ذلك انتم في موضوع مظاهرات تشرين 20 عام 2019 مع اننا نبرئ الجزء السلمي والجزء الخير من هذه المظاهرات بهذه في هذه المظاهرات طبعا دائما هناك سيء وهناك جيد في كل مكان هناك خير وهناك شر بس لاحظنا الدول الاوروبيه ممثلة الأمم المتحدة السفارة الأمريكية السفير السابق الآن السفيرة الأمريكية هناك حديث عن موضوع ترويج هذا ما يسمى بالمثلية الشذوذ الجنسي هذه البرامج التي يجري تسويقها على قدم وساق ومع كل الاسف البعض قد غفل لم ينتبه الى موضوع هذه البرامج التي يراد لها ان تتكرر في العراق يعني يدعون بعض ال... الذين يجرون بعض البرامج في دول معينه لانتاج برامج تتحدث يقول لك والله على الاقل اسمعوا الراي الاخر لا لا هذا هذا خطر كبير هم يريدون عن طريق المحتوى الهابط عن طريق نشر نظام التفاهه، عن طريق تسفيه العمامه كما ذكرنا سابقا، عن طريق تسفيه الاسره، لانه انت اليوم هذا التلفزيون وهي وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الموبايل ينقل لك كل الامور بكل تفاصيلها في بسرعه عاجله والطفل والام والجده والاسره والاب وال الكل الكل مستهدف من موضوع المحتوى الهابط لان هدفهم الاساسي هو انهيار مؤسسه الاسره علينا الحفاظ على مؤسسه الاسره وعلينا التمسك بالقيم الدينيه وترويج القيم لا يحق العراق سينهار البلد سينهار اذا انهارت مؤسسه الاسره بعد لا نظام سياسي ولا نظام اقتصادي ويعني انت بعد تفكر بعواقبها والعياذ بالله يجب ان نحافظ على مؤسسه الاسره بالشكل الذي اقره الله سبحانه وتعالى وطبعا هذا الامر يحتاج الى تضافر الجهود وجهودنا جميعا يا الله